الحمد لله. جاء في مسند عبد الرزاق بسند صحيح عن كعب رضي الله عنه أنه قال: الصدقة يوم الجمعة أعظم من الصدقة في سائر الأيام. وجاء في مسند أبي بن أبي شيبة بسند صحيح عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: الصدقة تضاعف يوم الجمعة. طبعا هذا أفضل أيام الأسبوع. وابن القيم قال عن شيخ ابن تيمية أنه كان خارج صلاة الجمعة يأخذ أي شيء في بيته حتى لو رغيفا فيتصدق به.